سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغينا نديروا واحد الوصفه اللي غتكون عباره عن بسبوسه. غنحتاجوا لها مقادير التاليه: عندي هنا كاسونس ديال العنبه ديال الحليب، عندي كاس الا ربع ديال السكر سميده، واحد ثلاثه الكيسان ديال العنبه ديال السميد ناعم، قبيصه ديال الملحه، وخنيشه ديال خميرة الحلويات من وزن 8 غرام. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في الاول. انا غنجيب فاش نخدم، دونك غادي ناخد اناء غنصب فيه ديك كاس ونصف ديال الحليب على هذا الشكل، غندير السكر سنيده، وغندير ديك قبيصة ديال الملح على هادشي. غنخلطو هاد المكونات باش تذوب لينا السميدة. هاك هنا من بعد ما خلطنا مزيان الحليب مع السكر سنيدة، غادي نضيفو ديك تلات كؤوس ديال العنبة ديال السميد الناعم او سميد البسبوسه، وغنضيف ديك الخنيشه ديال السكين باودر او خميره الحلويات على هادشي. كنخلطو العناصر جيدا، هنا كيف كتشوفوا البنات هذا هو القوام ديال البسبوسه ديالنا، كتجي على هذا الشكل. انا غادي نوجد المول اللي غادي نصب فيه البسبوسه. هنا البنات كيف كتشوفوا المول دهنته بالزبده ورشيتو بشويه ديال السمنه، وغادي نصب فيه الخليط ديالنا على هذا الشكل. على هذا الشكل. دونك انا البنات غادي نخليها ترتاح مده ديال ساعتين حتى ثلاثه السوايع بما يشرب لي ديك الحليب مزيان، ومن بعد ان شاء الله عاد غادي ندخلها للفرن. البنات هنا كيف كتشوفوا البسبوسه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران، كيف شفتوا قبيله خلطت جميع العناصر، خويتها في المول ديال الفرن اللي غنطيبها فيه، وخليتها ارتاحت مده ديال تقريبا ساعتين ونص، الوقت اللي شربات ليا ديك السميده مزيان، وعاد درتها طيب. دابا هي سخونه، وجدت القطر او السيرو هنايا كيف كتشوفوا، درت قد السكر قد الدقيق، دونك جوج كيسان ديال السكر، عفوا قد السكر قد الماء، دونك درت جوج كيسان ديال السكر وجوج كيسان ديال الماء، خليتهم حتى تقالوا على هذا الشكل، وغادا نصب هاد الشيء فوق البسبوسه ديالنا حتى تشرب لي مزيان باش تجي معلكه وتجي شاربه لي ديك القطر مزيان على هاد الشكل بحال هكا. انا البنات غدا نخليها حتى تشرب لي السيرو وتبرد، ومن بعد نوريكم الشكل ديالها وكيفاش غادي نزينها وكيفاش غتجي ان شاء الله. البنات هنا كيف كتشوفوا ديك البسبوسه ديالنا من بعد ما شربات داك القطر اللي درنا لها كامل صبحات على هذا الشكل. انا غناخد هنا جوز الهند او الكوك، وغادي نحط شويه فوق كل مربع او كل مكعب من هذه البسبوسه. المهم انا درت الكوك، اللي بغى يدير اللوز عادي يدخلها للفران، اللي بغى يدير كاوكاو، اللي بغى يدير، كل واحد كيبقى على حساب شنو بغا وشنو تشهى وشنو متوفر عنده على هذا الشكل.
على هذا الشكل البنات. البنات وهنا كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا اللي درنا اليوم. صراحه بسبوسه غزاله وكتجي معلكه. شوفوا من الداخل كيف كتكون الشكل ديالها. انا قطعت لكم ديجا طريف باش تشوفوا الشكل ديالها كيف كتجي معلكه. صراحة غزالة غزالة بزاف. الى عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناة ديالي قناة يوميات سوكي والضغط على جيم وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. وبصحة وراحة تبقوا على خير والسلام عليكم.